ريم بيبرز معنا من النقطة الحدودية بالطبع من قطاع غزة ومن العريش والأشقاء الفلسطينيين ومواقف الدولة المصرية سنستكملها في ظل هذا التحدي الكبير. كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من العريش، برحب بك يا كريم. وضعني في صورة العريش وأهالي العريش وعملية التصويت التي تتم بالنسبة لانتخابات 2024 الرئاسية. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. أرض الفيروز وشمال سيناء تحديدا لها طبيعة خاصة وحالة خاصة. هؤلاء الأهالي الذين عاشوا في هذه الأراضي الأبية التي ضحت بالكثير من الدماء، سواء بالجيش، سواء برجال الجيش، رجال الشرطة، أو حتى رجال الأهالي الخاصين بأهالي شمال سيناء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحفاظ على هذه الأرض، من أجل الحفاظ على وحدة الأرض المصرية، سواء في الحروب المختلفة ضد العدوان، سواء في أيضا ضد الإرهاب في السنوات الماضية. هم أيضا اليوم يضعون بصمتهم الخاصة بعد القضاء على الإرهاب، وهذه هي الانتخابات الأولى بعد العملية الشاملة في شمال سيناء، هذه العملية التي قضت على الإرهاب، وهو الاستحقاق الانتخابي الخامس في جمهورية مصر العربية. نتحدث عن وعي كبير لدى عواقل وشيوخ القبائل هنا في أهالي شمال سيناء، هم الذين حثوا أهاليهم وحثوا الرجال، وهم الذين نزلوا بأنفسهم إلى الشوارع وتحدثوا مع المواطنين عن أهمية المشاركة والمشاركة الإيجابية في هذه الانتخابات والإدلاء بأصواتهم ليختاروا المرشح الأنسب لهم، خصوصا بعد القضاء على الإرهاب وأيضا زيادة معدلات التنمية في محافظة شمال سيناء. لذلك هم يسعون لزيادة هذه المعدلات باختيار الشخص الأنسب من وجهة نظرهم الذي سيحقق طموحاتهم وآمالهم في تنمية شمال سيناء بشكل عام. نتحدث عن تقسيمة محافظة شمال سيناء، نتحدث عن 6 مراكز انتخابية و11 دائرة انتخابية، وهم في الأساس العريش وبئر العبد ورفح ونخل والشيخ زويد والحسنة. هذه الست مراكز مقسمين لـ 11 دائرة انتخابية، وبالإضافة داخل هذه الدوائر الانتخابية نتحدث عن 40 مركزا أو مقرا للاقتراع. أنا الآن في العريش، وتحديدا قسم ثاني العريش والمدرسة الثانوية العسكرية. هذه المدرسة التي تقع في وسط مدينة العريش وتحديدا شارع السوق، وهناك إقبال كبير نظرا لحركة كبيرة في هذه المنطقة أو هذه المدرسة خصيصا. نتحدث أيضا عن كتلة بشكل عام انتخابية أو كتلة تصويتية تصل ل 300,000، من ضمن أيضا يعني 500,000 مواطن داخل محافظة شمال سيناء. هؤلاء المواطنين بالطبع فئاتهم مختلفة، من الذكور من الإناث، من كبار السن، من الشباب، ولكن الأغلبية هنا بالنسبة لل 300,000 من لهم حق التصويت هم، نتحدث عن 60% من الشباب سواء كانوا ذكور أم إناث، ثم بعد ذلك تنقسم ما بين الشيوخ والأطفال. أيضا نتحدث عن يعني استعدادات خاصة بجميع المجمعات الخاصة بالمدارس أو حتى اللجان العامة والدوائر الانتخابية ومراكز الاقتراع، استعدادات أمنية مكثفة منذ الأمس. بالطبع هناك حواجز أمنية لحفاظ على يعني حياة المواطنين. نتحدث عن إقبال من يعني أهالي شمال سيناء، من الشباب، من السيدات، وربما بينما أتحدث الآن يدخل الآن دفعة جيدة من السيدات، وهو ربما يعني المنظر الأبرز اليوم بينما نحن نتحدث، ولكن أيضا من التسهيلات للمواطنين هنا، هناك يعني مكتب خاص أمام كل لجنة ليسهل على الناخبين دخول إلى اللجنة الخاصة بهم وأيضا اختيار المرشح المناسب لهم. هناك يعني من يساعد من الهلال الأحمر المصري، هناك من يساعد من المتطوعين من أهالي شمال سيناء، أن يأتي كل مواطن بالبطاقة الخاصة به، بطاقة الرقم القومي، ثم يأتون بعد ذلك إلى هذا المكتب من خلفي للشباب ليساعدوهم على الذهاب مباشرة إلى اللجنة، تخفيفا على القضاء وتيسيرا أيضا للعملية الانتخابية. نتحدث أيضا عن تيسيرات أخرى لكبار السن، حيث أن رجال الشرطة والمتطوعين يساعدون بالفعل كبار السن في التحرك من خارج يعني حرم اللجنة، ثم دخولا إلى بوابة اللجنة الرئيسية، ثم دخولا إلى الداخل لاختيار المرشح الخاص به. بينما أنا أتحدث إليكم الآن كما ذكرت، بالفعل هناك عدد كبير من السيدات يتحركون للدخول في البداية لمعرفة أماكن انتخابهم، ثم بعد ذلك الدخول إلى المركز أو مركز الاقتراع الخاص به
اختيار المرشح. أيضا بالإضافة لذلك هناك سيارات الإسعاف متوقفة أمام اللجان تحسبا لأي طارئ من الممكن أن يحدث لمساعدة أي من المواطنين إذا حدث أي طارئ لا سمح الله. هذه أيضا نقطة من النقاط الهامة أنه أمام كل مجمع انتخابي هناك عدد من سيارة الإسعاف والهلال الأحمر المصري لمساعدة المواطنين. هذا اليوم الأول الذي فتحت فيه اللجان من 9 صباحا، ثم بعد ذلك تستمر بالطبع لي 9 مساء. نعم كريم، صورة تظهر المظاهر الاحتفالية المختلفة والانتماء إلى الوطن برفع الأعلام والاتجاه للتصويت في هذه العملية الانتخابية، وبالطبع بعض الأطفال أيضا الذين يحتفلون بهذا المشهد. كنت بالأمس القريب متابعا لعملية المساعدات والمواقف المصرية لدخول المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين اليوم للعملية الانتخابية في الداخل. أشكرك كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري من العريش.